أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج دمشق العرب الذي نقدمه من العاصمة السورية دمشق. وهذه الحلقة نتناول فيها التفاهم الروسي الأمريكي حول الملف السوري. فلم يعد التفاهم الروسي الأمريكي مجرد فرضية في سوريا، بعد 5 أعوام من الأزمة تحول هذا التفاهم إلى قاعدة للحل السياسي عبر مفاوضات جنيف وبفعل الانخراط الروسي في العملية العسكرية في سوريا. وها هو الوزير سيرجي لافروف يحسم النقاش بشأن هذا التفاهم بالقول إن روسيا وأمريكا متفقتان على المبادئ الرئيسية للتسوية في سوريا، واضعا ما يخالف هذا القول في خانة الأخبار الكاذبة التي تروجها واشنطن. لكن مبلغ هذا التفاهم ومدى اتساع التفاصيل فيه لا يزالان موضع نقاش، علما إننا نعرف أن الروس والأمريكيين تفاهموا في فيينا على خارطة طريق التي تشمل حكومة موسعة وتعديل الدستور وانتخابات تشريعية ورئاسية، لكن لا أحد يعلم بالضبط إلى أين ستذهب عمليات التعديل والتغيير في بنية النظام أو المؤسسات. وما صار مسلما به اليوم في هذا التفاهم هو إبقاء مؤسسات الجيش والأجهزة الأمنية والإدارة وكل ما يؤمن استمرارية الدولة السورية من جهة ومكافحة الإرهاب من جهة أخرى. كما أن النقطة الخلافية الكبرى لا تزال موقع الرئاسة السورية وربما أيضا طبيعة النظام السوري، برلمانيا سيكون أم رئاسيا، وهذه نقطة جوهرية تثير الشك في صلابة التفاهم الروسي الأمريكي. فمنذ يومين ردت واشنطن بالرفض على كلام الرئيس الأسد عن حكومة وحدة وطنية أو بقائه في منصبه على رأس حكومة وحدة وطنية، ورد الرئيس لافروف أو عفوا الوزير لافروف بما بات معروفا أن هذه المسألة يحسمها السوريون أنفسهم من خلال انتخابات رئاسية. معنا لمناقشة هذه النقاط هنا في الاستوديو الدكتور مهدي دخل الله، الوزير والسفير السوري السابق. أهلا وسهلا فيك دكتور. وعبر الأقمار الصناعية من موسكو الأستاذ فيتشيسلاف ماتوزوف، دبلوماسي روسي سابق. وعبر سكايب من واشنطن الأستاذ صبحي غندور، مدير مركز الحوار العربي الأمريكي. أهلا بضيوفي الكرام. وأبدأ معك سيد ماتوزوف من موسكو. قبل قليل يعني سمعنا تصريحات للوزير لافروف تبين أنه لا يزال هناك نقاط خلاف بين واشنطن وموسكو حول حل الأزمة السورية أو حول التسوية في سوريا. هل هناك فعلا تفاهم روسي أمريكي سيد ماتوزوف؟ وماذا يعني القول أن روسيا وأمريكا متفقتان على المبادئ الرئيسية في حل الأزمة السورية؟ هل هو توزيع للأدوار، وخاصة أنه لا يزال على ما يبدو ومن خلال التصريحات أن مقام الرئاسة السورية هو موضع خلاف كبير بينهما؟ أنا لا أنتظر أن هناك سوف نشاهد التعاون الروسي أمريكي للحل الأزمة، ولا في سوريا ولا في أوكرانيا ولا في أي مكان، وحتى في مسائل استراتيجية بسياسة دولية. مواقف تختلف، وفرق الكبير بين موقف أمريكي وموقف روسي بكل القضايا. وتركزت هناك على نقطة واحدة التي يوحد مواقف روسية والأمريكية لإبعاد الحل العسكري وتراكز على الحل السياسي كمبدأ. ولكن التفاصيل التطبيق هذا المبدأ مختلفة تماما. أمريكان لا يزال يؤيدون الفكرة أن أي حل بدون بشار الأسد هذا غير مقبول. وزعوا المعلومات المشوهة حول اتفاق روسي أمريكي أن مصير بشار الأسد. لافروف اليوم وامبارح نافيا قاطعا أي اتفاق مع الأمريكان حول القضايا الداخلية لسوريا بما فيها مصير الرئيس السوري. يعني هناك خلاف وفي على أكثر كل من نقطة سيد ماتوزوف، يعني هناك خلاف على أكثر من نقطة، ليست فقط يعني مقام الرئاسة السورية أو مصير الرئيس الأسد هو موضع الخلاف. بالضبط. وحتى في مسائل عسكرية حيث تحتاج أمريكا وروسيا التنسيق والتعاون لمكافحة الإرهاب، ولكن نحن نسجل عدم الرغبة الأمريكية للتعاون مع
القوات الجوية الفضائية الروسية في سوريا، موجودة في سوريا. وهناك الفوارق في التعاون العسكري سيد مطوزوف، ولكن اسمح لي أن أنتقل إلى السيد صبحي غندور من واشنطن. هناك من يقول دكتور صبحي أن واشنطن وافقت على الانخراط الروسي كجزء من استراتيجية أمريكية بفتح مزيد من الساحات لاستنزاف في موسكو، من حرب النفط السعودية إلى العقوبات في أوكرانيا وحتى توريط روسيا في عملية عسكرية وسد العملية السياسية. إلى أي حد برأيك هذا التقييم صحيح، أم أننا نتحدث عن تفاهم مطلق في ملفات كثيرة وربما أبرزها الملف السوري، ولكن هناك بعض الخلافات في وجهات النظر؟ يعني هو ليس أولا توافق حدث بين الولايات المتحدة وروسيا على قضايا دولية ومن ضمنها سوريا، وليس أيضا هو بحالة الآن الكمين الأمريكي لروسيا في داخل سوريا. يعني أجد ما بين المنزلتين هناك سعي أمريكي في الأشهر الأخيرة من إدارة أوباما للتعامل مع قضايا وأزمات دولية لا يمكن أن تصل فيها واشنطن إلى حلول بدون التفاهم مع موسكو. يعني هذا مثال شاهدناه حدث في الاتفاق مع إيران. لو لم يكن هناك إلى حد ما التنسيق الأمريكي الروسي لما كان حصل أساسا الاتفاق الدولي الذي جرى مع إيران بشأن ملفها النووي. واشنطن تدرك أن روسيا في سوريا هي قبل الأحداث الأخيرة، قبل كل هذه التطورات، وأن لروسيا مصالح كبيرة في داخل سوريا. وتدرك أيضا يعني واشنطن أنه لا يمكن أن تصل بالأزمة السورية إلى أي حل، إن كان على صعيد حل عسكري أو سياسي، بدون المرور بالمصالح الروسية، ودون المرور بما لها قناعة أو مواقف موسكو تجاه أوضاع سوريا. فالذي نراه يحدث عمليا منذ نهاية 2013، منذ الاتفاق الأمريكي الروسي الذي جرى بشأن السلاح الكيميائي في سوريا، وجدنا أن آنذاك حصل هذا الاتفاق بشأن السلاح الكيميائي السوري في ظل الخلافات الأمريكية الروسية على قضايا عديدة، كان على رأسها طبعا موضوع أوكرانيا. هذه الأمور لم تتراجع. الآن ما هو حدث في اليومين أو في الأيام الثلاثة الأخيرة فعلا كان مفاجئا، أن هناك شيء من التراجع الأمريكي الآن عن تصريحات ومواقف كنا قد سمعناها من جون كيري، أو كانت قد عبر عنها في وثائق، إن كان وثائق فيينا أو ميونخ أو حتى بنفس قرار مجلس الأمن 2254. كل هذه الوثائق لا تتعامل مع قضية مصير رئيس بشار الأسد، ولكنها تركت هذا الأمر للشعب السوري. فأعتقد الآن ما نراه من مواقف أمريكية تخرج بشأن هذا الموضوع، أنا أعتقد هي جزء من الضغوط التي تمارس من قبل واشنطن على موسكو الآن. يعني أيضا أرجو أن تربطي الآن بينما سمعناه عن غياب روسيا عن القمة النووية في واشنطن، وما سمعناه عن إرسال لواء عسكري أمريكي جديد في أوروبا الشرقية، وما سمعناه ونسمعه أيضا هذا من خلاف له علاقة في الآن الموضوع السوري. فأعتقد هناك شيء ما حدث بين موسكو وواشنطن، أو أن واشنطن ربما تخضع الآن لضغوطات لها علاقة يعني في داخل الإدارة نفسها. يعني من داخل الإدارة هناك ربما يكون رأي مخالف للاتجاه الذي كان يسير عليه أوباما جون كيري. نعم، هذا ما يبرر ربما خليني كمل لك النقطة. لا بس كنت بدي أقول لك أنه هذا ما يبرر اليوم لافروف عندما يقول بأنه واشنطن لا تستطيع حتى أن تضغط على حلفائها في المنطقة من أجل يعني فضل. نعم، هذا ما أريد أن أصل إليه، أنه هناك ضغوطات تمارس الآن على هذه الإدارة على ما هو عليه اتفاق جون كيري لافروف من داخل الإدارة أولا، ثم من الكونغرس الذي هو يريد فعلا أن لا تصل الأمور يعني إلى حالة الاتفاق الأمريكي الروسي كالذي كنا نراه يحدث، ولا تريد أيضا ربما بعض يعني قيادات هذا يعني الكونغرس أن تصل الأمور إلى حد تسوية في سوريا لمصالح لا علاقة ربما في إسرائيل نفسها يعني. وأيضا هناك الطرف الإقليمي الحليف، وهناك الطرف الذي له علاقة بشكل مباشر بهذه الأزمة، وهي بعض أطراف المعارضة السورية. فأعتقد هذا المزيج ربما يكون يؤثر الآن على كيفية اتجاه التصريحات واشنطن، لكن أعتقد هذه التصريحات تكتيكية لن تطال من مصلحة الآن إدارة أوباما في دفع الأمور في سوريا إلى حالة التسوية بناء على الاتفاق الذي حدث مع موسكو وليس بشكل معاكس له الآن. نعم دكتور مهدي، يعني عطفا على ما تحدث به الضيفان حول يعني سيد مطوزوف، تحدث بأنه هناك ربما بما يشبه عدم الثقة من قبل موسكو بإمكانية أن يكون هناك تفاهما مطلقا بينها وبين واشنطن، خاصة نحن نتحدث عن الملف السوري. أيضا الدكتور صبحي غندور تحدث بأنه هناك
ضغوطات كثيرة، رغم أنه يعني من فترة كان هناك إحساس بأن التفاهم مطلق متطابق خاصة بالملف السوري، لدرجة دفعت البعض للقول وكأن هناك صفقة على حساب الحليف السوري من قبل موسكو بهذا التفاهم الذي أيضا يعجل بالعملية السياسية. إلى حد أي حد ترى حضرتك أولا أو ترى دمشق بأن هناك فعلا تفاهما روسيا أمريكيا سيدفع بجدية باتجاه العمليات السياسية، عطفا أيضا على تصريحات الوزير لافروف اليوم؟ طبعا أنا لست ممثلا للحكومة في دمشق، ولكن كمراقب ومتابع نعم طبعا إضافة لما تفضل به الزميلان في موسكو وواشنطن تحية لهما، هناك ثلاث مستويات في الحقيقة للعلاقات بين الدول العظمى. المستوى الأول هو مستوى الحوار ديالوج الذي هو يجري الآن، المستوى الثاني هو التوافق الكونسنسوس، والمستوى الأرقى من ذلك هو الأجريمنت الاتفاق. طبعا أمريكا وروسيا الآن ما زالت في مرحلة الحوار، وهذا شيء إيجابي جدا، يعني لم ينتج حتى الآن اتفاق كامل أو حتى توافق، لا بصدد المسألة الأوكرانية ولا بصدد المسألة السورية. هذا الحوار جاري وهو شيء إيجابي ويتقدم خطوة بعد خطوة، لأننا نحن الآن عمليا في مرحلة انتقالية، يعني نحن نشهد تمخض الآن لولادة نظام عالمي جديد، وهذه الآلام التي نعيشها هي آلام الولادة إضافة إلى آلام الناتجة عن حشرجة احتضار النظام القديم نظام القطب الواحد الذي بالتأكيد يرفض أن يترك إمبراطورية. يعني حول الملف السوري نحن لا يهمنا ثرثرة المسؤولين أمام الصحفيين. أي مسؤول يثرثر أمام الصحفيين استنادا لكل مقام مقال أو لإرضاء فضول الصحفيين، لكن علينا أن نتابع الوثائق المكتوبة سواء وثائق أمريكية أو وثائق روسية أو وثائق مشتركة عبر مجلس الأمن وعبر تفاهمات فيينا وميونيخ وجنيف. ما هو مكتوب في هذه الوثائق هو مبادئ عامة، في بعض الأحيان ربما إرضاء لبعض الأطراف يبنى عليها أحكام كمثلا هيئة حكم انتقالي، لكن المبادئ أهم من الأحكام. المبدأ هو أن الحل في سوريا، حل الأزمة الداخلية في سوريا يتم بقيادة سورية، بتفاهم السوريين، بتوافق السوريين، وهذا هو الموقف المبدئي الأساس الذي اتفق عليه الطرفان. أما ما تطرحه بعض المعارض طبعا بشكل عام، يعني بما أننا يعني اليوم عندما يصرح الوزير لافروف بأن واشنطن تروج لأكاذيب، نحن لم نتفاهم معها حول مصير رئيس صحيح الأسد، صحيح ما الذي يدفع إلى تصريحات بهذا العنف اليوم؟ يعني ونحن على أعتاب جولة مقبلة من جنيف، ويفترض أن هناك توافق أمريكي روسي حول، ما الذي حدث تحديدا؟ هل لا يزال يعني لحظي هذا موضوع هذا مصير الحوار رئيس الأسد هو لا يعني هذا عقدة يعني حول الخلاف بينهما، حول مصير الرئاسة السورية لا يوجد خلاف، لأنه ليس مكتوب في أي وثيقة أي شيء حول هذا المصير، رغم أنه سمعنا تصريحات سابقة كان أنه طبعا واشنطن هذه تصريحات رضيت بتأجيل هذه التصريحات، لكن هذه التصريحات يعني هي تذكرني يعني بمسرح سامويل بيكيت، مسرح العبث واللا معقول. يعني هذه فقط من أجل استهلاك الصحفي أو من أجل إرضاء بعض المتطرفين في المنطقة أقصد السعودية ومن يتبعها من المعارضات. تقصد التصريحات الأمريكية؟ طبعا التصريحات الأمريكية. هو لافروف يؤكد ما هو مؤكد، وكأنه يقول لهم أن هذا سؤال سخيف أصلا، يعني وليس موجود في أي وثيقة من الوثائق، لأنه لا يمكن أن يكون هذا ضد القانون الدولي وضد المنطق، يعني أنت وأيضا ضد المبادئ التي جاءت حتى في جنيف واحد، يعني التي أقرها 2018. يعني التفاهم لا يزال قائم وهذه التصريحات التفاهم لا يزال قائم على أساس المبادئ العامة التي آخر قرار لدينا هو قرار 2254 الذي أكد هذه المبادئ مع تطور جيد يعني عن قرارات الأمم المتحدة السابقة في الحديث عن سوريا لسبب واحد بسيط، بسبب يعني التحولات في الميدان. لاحظي أن الحوار الروسي الأمريكي أصلا بدأ بعد فشل عاصفة الجنوب. قبل عاصفة الجنوب كان هناك انقطاع، ولو أن عاصفة الجنوب نجحت ربما لما كان هذا الحوار. نعم. وهناك من يقول في الميدان هو الذي يؤسس. نعم. بعد الانخراط الروسي أتحول إليك سيد ماتوزوف، يبدو وأيضا اليوم يعني تؤكد تصريحات الوزير لافروف بأن مستقبل الرئيس الأسد
لا يشمل التفاهم الروسي الأمريكي، هل يمكن لهذا الخلاف أن يهدد التفاهمات الروسية الأمريكية حول الملف السوري؟ ويعني نحن اليوم يعني كما قلت لك شهدنا تصريحات يعني تصعيدية للوزير لافروف. هذا ليس التصريحات لتصاعد التوتر، ولكن هذا لتوضيح الأوضاع، توضيح المواقف. موقف روسيا لم يتغير، وهذا كانت لا تزال هناك، كانت محاولات واضحة أن يصور موقف الروسي مشوه، صور المشوهة أنها مستعدة تتنازل في سوريا وعلى حساب أوكرانيا أو على البترول وسعر البترول في السعودية، وكل هذا لا مجال للنظرة الجدية على كل هذا. مواقف مبدئية في سوريا، في أوكرانيا، في مسائل موقف روسي في الشرق الأوسط لا تزال موجودة، ولازم أن يحترموا بكل تفاصيل. أنا شخصيا أعتبر أن أمريكا تتنازل عن هذا الطلب، وكان هناك ملامح أنها تتكلم بلهجة مختلفة تماما، أنها تعتبر أنه خلال فترة انتقالية يمكن أن يعترف وجود بشار أسد في السلطة. ولكن نحن نسجل كذلك المواقف خلفاء أمريكا حتى في منطقة الشرق الأوسط أو بين في صفوف المعارضة. صفوف المعارضة لهجة قادة الميدان لا تزال متشددة. وأنا أظن عدم وجود لدي أمريكا اللوالب لتأثير على حلفائهم في المنطقة وفي صفوف المعارضة، هذا مشكلة رئيسية، المشكلة ليست لروسيا، هذا مشكلة لأمريكا الذي لا تقدر جسديا أن يصيغ الموقفها مع حلفائهم. بالنسبة لروسيا كل شيء واضح، تنسيق الكامل والشامل مع بشار أسد، مع السلطة السورية. وأي شيء يتحدث عنه لافروف مبنيا على موقف متفق والمنسق مع إيران حتى. ولذلك نحن لا نشاهد أمامنا نفس الصورة. حتى في جنيف هناك انقسام في صفوف الوفد، هي المفوضة. قسم من المعارضة لا يعترف قسمين الأخيرين. نعم. وروسيا الآن طرحت المسألة بكل جدية، أن لأي استمرار للمفاوضات كل صفوف المعارضة لازم يتوحدوا في ضمن في أطار الوفد الواحد. نعم. ويبدو أيضا هذا تمثيل مشكلة مش روسية. يبدو أنه أيضا تمثيل المعارضة ضمن العملية السياسية أو ضمن مفاوضات جنيف ليس أيضا موضع اتفاق كامل، يعني موسكو لا تزال تدفع بالالتزام أو التمسك ببيان فيينا الذي يتحدث عن توسيع تمثيل الأطياف المعارضة لتشمل أستانا ومصر وأيضا موسكو. دكتور غندور، كان هناك صعوبة بالغة بضم روسيا للتحالف الدولي ضد الإرهاب الذي أنشأته واشنطن وحلفائها. اليوم يعني قبل التصريحات اليوم للوزير لافروف والتي تحدث فيها عن وجود نقاط خلافية بين الطرفين، كان يتم الحديث قبل وقت سابق عن إمكانية أن تشهد الرقة ساحة عسكرية مشتركة لمواجهة داعش فيها. وطبعا تحدث أيضا السيد ماتوزوف قبل قليل بأنه حتى الأمور العسكرية تبدو موضع خلاف أيضا بين الطرفين. إلى أي حد يمكن أن نشهد تجاوز ربما للنقاط الخلافية، لأنه التفاهم لا يزال قائم، وأيضا أن يكون هناك ساحة عسكرية مشتركة بين الطرفين على الأرض السورية؟ هناك إدراك من وجهة نظري في داخل واشنطن وفي داخل موسكو أن لا يمكن يعني فصل المواجهة مع الإرهاب الموجود كرمز له الآن في دولة داعش في داخل سوريا والعراق وبين حل الأزمة السورية. وهذا التداخل بين القضيتين في رأيي هو الذي الآن ربما يكون يعني ساحة لقاء وساحة تفاعل وتوافق، إن نقل اتفاق الآن بين موسكو وواشنطن وحتى أطراف عديدة، ومن فيها أيضا ما هو يمكن أن يقال عن إمكانية التعاون مع الجيش السوري كما هو واقع الحال الذي يحدث مع الجيش العراقي في العراق رغم الأزمة الداخلية
أو الأزمات الداخلية الموجودة في العراق. فأعتقد يعني موضوع المواجهة مع داعش تحديدا في الرقة ثم في الموصل مسألة مدركة في داخل واشنطن ومسكو أنها تتطلب الإسراع أيضا في تنفيذ الحل والتسوية في سوريا. لماذا؟ لأن ما هو مهم وبرأيي يعني لا يتم التوقف عنده أن مفاوضات جنيف الأخيرة التي حدثت أن من يوافق عليها ويقبل بأن تشكل حكومة سورية مشتركة بغض النظر عن تسميات الآن أنه سيكون خارج التصنيف للجماعات الإرهابية، ومن سيرفض ذلك ومن سيرفض يعني هذه التسوية سيكون حكما مصنف من الجماعات الإرهابية. من سيرفض أو من رفض الهدنة المؤقتة التي أعلنت والتي يتم الالتزام بها لحد ما، من سيرفض ذلك يعني أنه يصنف في خانة الجماعات الإرهابية. هذا يعني أن ما كان عليه مشكلة من هو الإرهابي وغير الإرهابي داخل أوساط المعارضة السورية الآن حان وقت الفرز من خلال من سيشارك بالتسوية ومن الذي يشارك في التسوية، من سيكون مدعوا للمفاوضات في جنيف ومن سيكون خارجها. لذلك أجد الآن ما نشهده ربما الآن في هذه الأيام هو ما قبل الاستئناف المقرر لمفاوضات جنيف على مسائل لا علاقة في الحكومة والتسوية، لأن الآن الصراع أصبح الآن على الحصص الآن. يعني بالنسبة للولايات المتحدة بمقدار ما سيكون هنا تمثيل سياسي في داخل ما هو قادم من حكومة ومقدار الاعتراف بالقوة التي هي خارج نطاق من هم حلفاء روسيا، سيعني ذلك نفوذ أكبر للولايات المتحدة هذا من ناحية سياسية. من ناحية العسكرية بمقدار ما سيكون هناك يعني تنسيق مع القوى التي في داخل سوريا تقاتل داعش ولكنها أيضا ليست على علاقة جيدة مع الحكومة السورية أو مع النظام في سوريا، ستكون هي أيضا قوة تمثيلية عمليا للمصلحة الأمريكية. هذا واقع حال موجود الآن على سبيل المثال مع الأكراد في شمال سوريا، حيث هناك أصبح شبه قواعد حتى أمريكية هناك. فأعتقد هذا الأمر الذي نشهده الآن هو له علاقة في يعني مستقبل الحصص إن كان بالتسوية السياسية أو في مواجهة داعش في أو العسكري. يكون له نفوذ على الأرض. ولكن ونقطة سريعة أقولها لك الآن على هذا الموضوع، للأسف نتحدث في هذا البرنامج وهذا واقع حال أصبح عن ماذا تريد روسيا وماذا تريد الولايات المتحدة. الموضوع يعني تعبير بشكل واضح الآن عن التدويل الذي حدث لهذه الأزمة السورية. كنت أتمنى أن لا تصل الأمور إلى هذا الحد وأن ننتظر الترياق يعني من واشنطن أو من موسكو وأن نعود لهذه الأوضاع العربية والأمة العربية لمئة سنة إلى الوراء بانتظار أن تقرر بريطانيا أو فرنسا مصير المنطقة. الآن هذا الذي يحدث للأسف. نعم يعني كما تتحدث دكتور غندور يعني هذا ما يحدث للأسف، ولكن يعني بانتظار أن يكون هذا التفاهم أو ينتج هذا التفاهم ربما حلا قريبا للأزمة السورية. دكتور دخل الله، عندما تحدث الرئيس بوتين عن الانسحاب الجزئي أو عندما يعني تم الإعلان عن الانسحاب الجزئي للقوات الروسية كان هناك ما يشبه بأولا حالة إحباط كبيرة وأيضا توجس، وبدأ للحظة وكأن سقف الطموحات السورية والتي أعلن عنها الرئيس الأسد بأن هدفها استعادة كامل الأراضي السورية لا يتوافق مع ما تريده موسكو التي اعتبرت في لحظتها بأنها قد أنجزت جزء كبير من المهمة وبأنها يجب أن توافق العملية العسكرية مع العملية السياسية التي تجري في جنيف. هل برأيك هناك خلاف بين ما يفكر فيه السوريون وما تريده موسكو من تدخلها أو من خراطها في سوريا؟ هذا لم يقله أحد من الطرفين يعني أبدا، حتى ولا على المستوى الإعلامي لم يظهر هذا، ولكن كانت المشاركة الروسية التي هي مشاركة وفق القانون الدولي بالتأكيد لأنها بالاتفاق مع الحكومة السورية الشرعية على مستويين. المستوى الأول الذي رأيناه في الفترة الأولى من الدخول الروسي من المشاركة الروسية، وهو مستوى حاد يعني جدا حقق أهدافه، وأعلن بوتين أن هذا المستوى حقق أهدافه، وكان الهدف الأساسي هو منع مخطط تركي لمنطقة آمنة تؤدي إلى حرب بين الناتو وسوريا وإلى ما لا يحمد عقباه، وهذا الهدف تحقق. لذلك هذا المستوى تراجع، لكن بقي المستوى الأساسي في سوريا، ونحن وجدنا حتى المشاركة في تحرير تدمر هذا المستوى الأساسي الثاني الذي يدعم الجيش السوري الداعم للجيش السوري ما زال موجودا. لذلك هذه المشكلة يعني ربما كانت على المستوى الإعلامي حادة لكنها في الحقيقة بشكل سريع قبل أن نذهب إلى فاصل، هل التفاهمات الأمريكية الروسية تنطبق مع الرؤية السورية؟
بالتأكيد يعني حتى كل تقدم في الحوار الروسي الأمريكي تشجع عليه سوريا، ليس هناك البديل من أي لأن البديل لا بالتأكيد. يعني نحن عمليا في هذا الحوار موجودة سوريا عبر روسيا، لأن روسيا تنسق، موسكو تنسق مع دمشق في كل تفصيل حول الأزمة السورية، فبشكل غير مباشر دمشق موجودة في هذا الحوار بين واشنطن وموسكو، وإن لم يكن يعني بشكل مباشر. فلذلك أي تقدم في هذا الحوار هو تقدم جيد. نعم، سنكمل في حوارنا ولكن بعد فاصل قصير. أعزائي المشاهدين ابقوا معنا بعد الفاصل، يعني نكمل في حوارنا. أعزائي المشاهدين أهلا وسهلا بكم مجددا إلى القسم الثاني من حوارنا من برنامج حديث العرب، ونكمل في هذا الحوار الذي نتناول فيه التفاهم الروسي الأمريكي حول الملف السوري. دكتور دخل الله، قبل الفاصل كنا نتحدث عن موضوع إلى أي حد الانسحاب الجزئي الروسي أو أنه سقف التوقعات السورية من الانخراط الروسي في الحرب على الإرهاب في سوريا يعني متطابق أو متفاوت بين موسكو ودمشق. ولكن أود أيضا السؤال، الرئيس الأسد صرح في حوار طويل مع وكالتي سبوتنيك ونوفوستي ورسم خارطة الطريق أو ما اعتبرت بأشبه بخارطة الطريق حول العملية السياسية في دمشق، قال بأن هيئة الحكم الانتقالية هي غير دستورية ولا وجود لها، وبأن الحكم الانتقالي هو الانتقال من دستور إلى آخر، والحكومة الموسعة يجب أن تضم موالين ومعارضين ومستقلين. بكل الأحوال هذا الموضوع تم نقاشه كثيرا، ولكن يعني كيف قبلت دمشق بال 2254 الذي ينص على هيئة حكم انتقالية ومن ثم يتم الحديث عن عدم دستوريتها؟ وهل يمكن أن نعتبر أيضا أن تصريحات الأسد هي تجاوز لتفاهم روسي أمريكي نص عليه القرار 2254، وهل هو جواب دمشق الذي ستذهب به إلى الجولة المقبلة من مفاوضات جنيف؟ صحيح سؤال صعب، بس يعني وبدك تجاوب عليه بسرعه. بدي اجاوب عليه بسرعه، الوقت ضيق. انا لدي هنا القرار 2254. طبعا في شيء اساسي في 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 قراءه النص قانونيا، ان المبدا اهم من الحكم، وكل حكم يتناقض مع المبدا فهو عباره عن لغو. لذلك المبدا الاساسي الوارد في 2254 وفي جميع القرارات ال 18 تقريبا او 19 قرار بخصوص الازمه السوريه، هناك مبدأ أساسي أن الاتفاق حول مصير سوريا يتم بين السوريين وبسيادة سورية ودون تدخل من الخارج. هذا المبدأ. هلا أنت لما بتفرضي حكم على أساس هذا المبدأ يتنافى معه وكأنك أنت سوريا أو أنت السوريين، فهذا الحكم لاغي. لكن رغم ذلك مسألة هيئة الحكم الانتقالي وارد بالقرار 254 أنه حل الأزمة السورية وذلك بسبل منها لاحظي احتمال إنشاء هيئة حكم انتقالية جامعة منها. يعني هو طرح. أنا بقول لك إمتى بدأ يتغير هذا؟ في آب 2015 قدم ديمستورا لمجلس الأمن بيان شهير، وبهذا بيانه وخرج عن مجلس الأمن بيان رئاسي أيضا لأول مرة يقول أن حل الأزمة السورية إلى آخره بطرق منها إنشاء هيئة حكم انتقالي. فإذن هي نوع من أنواع الاحتمال ومشروط باتفاق السوريين، وخاصة بالقرار 2254 يقول أن أي اتفاق بين السوريين يجب أن يحظى على الموافقة المتبادلة يعني بين جميع السوريين. لذلك هذا نوع من أنواع الاقتراح الاحتمالي إذا قبله السوريين بالتبادل. وهذا ما يؤكد بأن التفاهم الروسي الأمريكي بالتأكيد هو تحت سقف أو يعني قرارات الأمم المتحدة، لا ويتوافق مع رؤية دمشق لهذه لا العملية. رؤية دمشق تتوافق مع الحوار الجاري بين ولا تتصرف موسكو إلا بالتنسيق مع دمشق حول كل ما يخص القضية السورية، بجزء القضية الأوكرانية لا، لكن القضية السورية. وهذا شيء أساسي بدليل أن بوتين دائما يقول الرئيس الشرعي لسوريا، الحكومة الشرعية لسوريا، نحن ننسق مع دمشق في أكثر من مناسبة. لذلك أنا يعني أصر على أن دمشق حاضرة في هذا الحوار الروسي الأمريكي عبر موسكو. حتى سقف التصريحات الأمريكية يعني انخفضت كثيرا، يعني على عكس ما كان في بداية الأزمة السورية. تعطيني وقت ولا بعدين؟ فيما بعد من فضلك. طيب مشان الموقف الأمريكي وتغيراته. سأتوجه إلى الأستاذ ماتوزوف مرة أخرى. سيد ماتوزوف، هل صحيح أن لموسكو أو أنه
بإمكان لموسكو ودمشق أن تحسنا شروط التفاوض لو واصلتا العمليات العسكرية، وأن الهدنة كما يقول البعض هي تخدم الفصائل المسلحة التي تعيد تجميع نفسها من جديد وترتيب أوضاعها؟ هل هذا سيناريو متفق عليه مع الولايات المتحدة لإعادة موازين القوى مجددا إلى الميدان السوري، وربما فرض عملية سياسية يعني تناسب موسكو وواشنطن وربما أكثر مما تناسب دمشق كما أيضا رأى البعض في ذلك؟ الفكرة الهدنة، فكرة وقف الإطلاق النار، كانت متبلورة خلال الحوار الأمريكي الروسي في فيينا، ومباركة ومؤكدة في قرار المجلس الأمن للأمم المتحدة. هذا المبادئ صحيح أنه أي واحد الذي مستعد أن يوقف اقتتال، أن يواجه البندقية ضد داعش ونصرة هم حلفاء. وإذا خلال هذه المعارك الجارية تتوحد صفوف المعارضة المعتدلة وصفوف المعالية، لابد أن يفتحوا المجال للتعاون على ساحة سوريا. وفي الميدان اليوم نحن لا نسجل هذا كليا، في بعض المناطق هناك تفوق واتفاق، وهذا سمحت للجيش العربي السوري أن يتقدم ويحرر التدمر ويتوجه نحو رقة ودير الزور. ولكن أنا أقول أن الموقف السوري هو ليست موقف الروسي 100%، هناك خصائص موجودة. ومن يومين أول امبارح بشار أسد أعطى تصريح المفصل حول موقف السوري رسميا من أحداث في سوريا، موقف السوري الرسمي من في مفاوضات في جنيف. ومن هذا الاستنتاج نحن، أنا شخصيا وجدت أن روسيا أثرت على تعديل الموقف السوري خلال الحوار السوري الروسي. والآن برنامج السياسي لرواية سياسية كيف يحل المشكلة السورية من وجهة نظر السلطة السورية موجود بكل وضوح. وأما بالنسبة لطرف آخر نحن لا نسجل نفس الشيء. وهنا المهمة الكبيرة لأمريكا، لدول عربية وتركيا، يعني ليس هناك من تفاهم ليس هناك من تفاهم بين واشنطن وموسكو للابقاء على موازين قوى متساويه في الميدان السوري. موسكو لا تعترض على ان يكون الحسم الى حد كبير لصالح الجيش السوري. نحن ننطلق من امر الواقع، جيش الروسي، قوات جويه الفضائيه الروسيه موجوده بكثره في ارض سوريا شرعيا، ولا فكرة انسحاب منها. سحب بعض الطيران، نوع الطيران يعود بإرسال المروحيات الجديدة الحديثة كامو في 52 هذا الليجاتور، ومي 28 هذا سايد الليلي. كل هذا لا تقف الصراع المشترك وموقف روسي الداعم للجيش العربي السوري لمكافحة الإرهاب. وفي الميدان التوازن لا يمكن نحن نقارن، توازن الروسي السوري الشرعي موجود، واستعداد للتعاون مع أي قوة المسلحة التي مستعدة أن يكافحوا الإرهاب بما فيها الولايات المتحدة الأمريكية. وبشار أسد قال بكل الوضوح أنه إذا روسيا توافق على تنسيق مع أمريكا، دمشق لا تمانع من ضربات الجوية الأمريكية. دكتور صبحي غندور، ما معنى أي تفاهم بين الروس والأمريكيين إذا لم تكن الولايات المتحدة قادرة على فرض هذا التفاهم على حلفائها ليكفوا عن التدخل في سوريا كتركيا والسعودية بشكل خاص؟ وهل هي فعلا غير قادرة على ذلك كما قال الوزير لافروف؟ ومن قال أن واشنطن لا تستفيد أحيانا من هذه المواقف؟ يعني من قال أن هذه المواقف ربما تخدم ولا تضر أحيانا فيما هو تراه واشنطن؟ يعني صحيح ما قاله الرئيس أوباما في حديث في مجلة أتلانتيك أن هناك مشكلة مع حلفاء، هذا أمر واقع، لكن البداية لم تكن كذلك. يعني لا ننسى أنه بعد ما حدث في تدمر الآن وإخراج جماعات داعش منها وتحريرها من هؤلاء،
حاولت روسيا الاستثمار الكبير لما حدث في تدمر، ربما هذا حقها طبعا، لكن هذا لم يرضي واشنطن. يعني وصلت الأمور، وجدنا أن موسكو أرادت أيضا في مجلس الأمن أن تضع مشروعا له علاقة بما جرى في تدمر، وجرى طبعا يعني التعامل الإعلامي والسياسي الكبير مع هذا الأمر. هذا مفهوم يعني ومتوقع، لكن الاستثمار الروسي هذا لا تريده واشنطن. يعني أريد أن أقول لك نقطة في تقديري مهمة جدا في لها علاقة في هذا الواقع الآن وفي أيضا مستقبله. أنا منذ 5 سنوات كنت تحديدا في نيسان يعني بال2011 كنت في بيروت أحضر إحدى جلسات المؤتمر القومي العربي، وسمعت أنا ذاك في الفندق الذي كان فيه المؤتمر رئيس بشار الأسد يتحدث، كنا نشاهده على التلفزيون، يعني يتحدث في مجلس الوزراء على ما أعتقد، ويقول أن هناك سباق بين من هم يقولون يطالبون بالحل السياسي وبين من هم يطالبون بالحل الأمني. هذا كان حديثه عن سوريا بالداخل حينما كان القرار الوطني السوري هو الأساس في مصير الأزمة السورية حينما بدأت آنذاك، ولم يكن هناك أي تدخل لا أقليم ولا دولة في تلك الفترة. يعني نيسان يعني بعد شهر تقريبا من بدء الأحداث. المهم آنذاك سمعت الرئيس أيضا بشار الأسد يقول أن حينما يكون هناك رياح عاصفة قادمة إذا كان بيتك متصدعا أن الرياح ستسقط هذا البيت. للأسف أعتقد أن ما حدث منذ يعني تلك الفترة فيه مسؤولية عامة وليس مسؤولية خاصة. كانت قوى المعارضة آنذاك باستطاعتها أن تفعل ما حصل في مصر وفي تونس، أن تبقي على سلمية الحراك الشعبي مهما حدث فعلا من مواجهة عسكرية لهذا الحراك الشعبي. لو فعلت ذلك لما وصلت الأمور إلى ما وصلت إليه الآن؟ وكان أيضا باستطاعة الحكومة السورية أن تسرع في الحل السياسي. يعني إذا المادة الثانية اللي تلغى من الدستور أخذت اسمحينا توقف عن ضده جدا مهم. الآن في رأيي ما يعيق أحيانا هذه التسوية الآن هو هذا يعني التعارض بين من يصرون من جهة بعض أطراف المعارضة على تصعيد في الأزمة السورية ربما لمصالح إقليمية، ربما لمصالح خاصة لديهم، وربما الله أعلم إذا كانت أكثر من هذا الإطار، ولكن وبين أيضا ما أراه أنه أحيانا بطء يحدث من قبل الحكومة السورية في التعامل مع المسألة السياسية لهذه التسمية لهذه الأزمة ووضع تسمية لها. يعني تقصد الأطراف المرتهنة القوى التي لا تستطيع موسكو أن تفرض، عفوا واشنطن أن تفرض على حلفائها يعني هذه الأجندة أو العملية السياسية؟ تقصد الأطراف الداخلية السورية؟ عم بتحدث عن هذه الأطراف التي لها علاقات إقليمية ودولية ومسؤوليتها في عسكرة الحراك الشعبي ووصوله إلى حالة الآن التدويل والأقلمة التي عليها الأزمة السورية. ولكن أيضا هناك مسؤولية على الحكم في سوريا أن يأخذ في عين الاعتبار. يعني أعطيت مثال أنا ذات في 2011 أن هناك تنافس بين السلحفات وبين الصاروخ. السلحفات هي الحل السياسي والصاروخ هو الحل العسكري. هذا للأسف ما اعتمد، يعني اعتمد في الداخل واعتمد أيضا من قبل القوى الإقليمية والدولية في الأزمة السورية. طيب للخروج من ذلك الآن في رأيي مهم جدا المزج بين الحل السياسي المرضي عنه على الأقل سوريا وبين ما هو يتعلق في مواجهة الإرهاب كناحية أمنية. حينما يحدث ذلك سنجد أمور كثيرة قد خفت. يعني الموضوع ليس في يد فقط واشنطن وموسكو. فسري لي كيف واشنطن تخلت عن حسني مبارك، عن حسني مبارك الذي هو كان أكثر يعني علاقة قوية مع الولايات المتحدة وتقيم علاقة الآن مع كاستو، مع راؤول كاستو. الموضوع ليس أشخاص في أي بلد، هو مصالح. إذا كانت المصلحة تقتضي إزالة الصديق وإذا كانت المصلحة تقتضي العلاقة مع الخصم فيحصل ذلك من قبل. طيب دكتور غندور، بس خليني أسألك هالسؤال من فضلك. هناك استعجال واضح وهناك من وضع يعني سقف زمني لأشهر من أجل إنجاز العملية السياسية في سوريا ضمن هذا التفاهم الروسي الأمريكي. هل برأيك اليوم واشنطن تتخوف أو تريد أن تستعجل قبل مغادرة إدارة أوباما؟ هل يصمد هذا التفاهم إلى ما بعد إدارة أوباما أم أنه سيسقط تماما إذا ما وصل ربما يعني أحد المرشحين كلينتون أو ترامب أو أي مرشح للرئاسة الأمريكية؟ بس بسرعة، ما هو أهم من ذلك هو الاتفاق مع إيران مهدد طبعا. لكن هذا الذي يجعل الآن إدارة أوباما تسرع في هذه التسويات وتريد جعلها أمر واقع على الرئيس القائد إن كان ديمقراطي أم جمهوري. ولذلك أجد وقلت ذلك بداية هذا البرنامج أن ما يحدث من خلاف مع موسكو الآن هو خلاف تكتيكي. ستعود إدارة أوباما وموسكو، لأن أيضا رئيس بوتين يدرك أنه لا مصلحة له في ترك هذه الأمور للرئيس الأمريكي القادم، لأنه لو جاءت هيلاري كلينتون أو لو جاء رئيس جمهوري سيكون هذا معارض للمصالح حتى الروسية. يعني هي فرصة الآن للاتفاق بين موسكو وواشنطن بسبب
ما هو من طبيعة هذه الإدارة. عدم وضوح يعني ما سيأتي بعد. شكرا كثير دكتور غندور. دكتور دخل الله، الروس الذين أمسكوا بجزء كبير من العملية العسكرية وأعادوا المبادرة للجيش السوري هم أيضا يمسكون بجزء كبير من العملية السياسية، يعني ليس فقط في مسار جنيف، أيضا هنا في الداخل السوري هناك من لا يعرف ربما بأنه الروس قد تدخلوا كثيرا في قضية المصالحات السورية الداخلية، وأيضا ما شهدته قاعدة حميميم منذ إعلان الهدنة، وأيضا المصالحات التي تتعلق حتى بالفصائل المسلحة. حتى هل بس هذا المصالحات كانت موجودة قبلهم؟ نعم، ولكن أيضا تدخلوا. أنا أقصد أنهم يمسكون أيضا بشكل أو بآخر بجزء من العملية السياسية الداخلية. وهذا بالاتفاق مع سوريا يعني. أكيد لا شك. ولكن هذا الإمساك بالعملية السياسية والعسكرية ألا يضيق من هامش المناورة سياسيا وعسكريا لدمشق؟ يعني الأمر يعتمد على المبادئ التي تحكم العلاقة بين العاصمتين، وهذه المبادئ أكدها البيان المشهور في كانون الثاني 2005، ما يسمى بإعلان موسكو بين الرئيسين الأسد وبوتين الأول، يعني في ولايته الأولى، ليس الأولى، في مرحلة من 2000 إلى 2008، ويتضمن مبادئ تبنى عليها العلاقات بين الدول. هذه المبادئ: عدم المواجهة، حق الشعوب في تقرير مصيرها، حق الخلافات، حل الخلافات بالطرق السلمية، احترام القانون الدولي، احترام السيادات. هذه مبادئ هي التي في الحقيقة تستند إليها العلاقة السورية الروسية. وحتى الآن يعني لم نرى هناك أي نوع من أنواع، صحيح قد يكون هناك مثلا نوع من الإقناع من طرف إلى طرف آخر، وخاصة بشكل خاص بعد الانتخابات الرئاسية، حيث بدأ الرئيس بوتين يتحدث عن الرئيس الأسد بمصطلح الرئيس الشرعي لسوريا بعد الانتخابات الرئاسية. لذلك أنا لا أعتقد أن هناك أهمية الوجود العسكري لموسكو، أهمية يعني هو هناك العسكري. اتفاق تقريبا كامل أو شبه كامل على من هي المنظمات الإرهابية، حتى في المؤتمر المؤتمر الصحفي بعد ميونخ قال لافروف أنه يعد جيش الإسلام وأحرار الشام وجميع هذه الفئات بأنها جماعات إرهابية، وهذا هو الموقف السوري بشكل عام. مثلا مجلس سوريا الديمقراطي التي تدعمه موسكو وتدعمه واشنطن، وهذه حلقة اتفاق بين الدولتين، يعني لا يوجد أي اتجاه من سوريا بأنه تعتبره إرهابي، لأنه لم يقاتل الجيش السوري وإنما يقاتل إرهابيين وتركيا. الانخراط الروسي أو إمساك موسكو بالعملية العسكرية إلى جانب العملية السياسية لم ينتقص من استقلالية القرار السوري؟ لا، بالتأكيد لا، بالتأكيد أبداً. لا يعني ولا يوجد أي مؤشر، رغم أنه أيضا يعني ولا يوجد أي مؤشر على أن هذا انتقاص من استقلالية القرار رغم السوري. رغم أنه حتى الرئيس الأسد دكتور دخل الله أكد أكثر من مرة بأنه لولا التدخل أو لولا الدخول الروسي في الحرب على الإرهاب في سوريا لما كان هناك نصر، خاصة النصر الأخير في تدمر. لأنه وصل الأمر إلى تدخل مباشر تركي في إدلب يعني، وحتى تحدث الرئيس الأسد، وكلام الرئيس رئيس الكلام يعني، شرح كل هذه الأمور، حتى أنه الآن في تدخل من الجيش، ما يزال في تدخل من الجيش التركي بشكل أو بآخر في سوريا. يعني الحرب انتقلت قبل المشاركة الروسية تقريبا إلى حافة حرب عالمية يعني بين دول كبرى، لذلك جاء هذه المشاركة الروسية. لكن حول سؤال سألتي حول استعجال الولايات المتحدة الأمريكية، الهدف الأساسي من استعجال الولايات المتحدة الأمريكية لإيجاد حل في سوريا هو أن واشنطن تخشى بأن تتحسن موازين القوى على الأرض لصالح الجيش العربي السوري، وعندها تفقد أي أداة للضغط. يعني مثلا إذا انهزمت داعش والنصرة وجميع هذه المؤسسات الإرهابية، وأوقفت تركيا والسعودية تدخلها، ماذا يبقى لواشنطن للضغط على الجانب السوري الروسي طبعا. لذلك يعني كما قال الأستاذ غندور، الدكتور غندور، أن فعلا هي تفيد هذا التعنت، يفيد الولايات المتحدة، وعندما يصل إلى خط أحمر بدقيقة سوف ينتهي هذا التعنت. نعم، وهذا يحيلنا أيضا على سؤال سأسأله بشكل سريع جدا ضمن التفاهمات أيضا الروسية الأمريكية، لأنه يوم غد لدينا حلقة مفصلة عن المسألة الكردية والفيدرالية الكردية، وأيضا يعني الدعم الروسي والأمريكي للكرد في سوريا. ولكن سيد ماتوزوف، ملاحظ أن
لأنه يعني فعلا الكرد هم نقطة اتفاق بين موسكو وواشنطن، وهي نقطة تثير مخاوف دمشق، خاصة بعد تصريحات السيد ريابكوف الذي تحدث عن أن الفيدرالية ربما تكون أفضل الحلول للأزمة السورية أو أفضل الأنظمة السياسية لحل هذه الأزمة. وطبعا هذا أمر تم تصحيحه فيما بعد. وهناك من يقول بأنه دعم موسكو الذي كان يعني ما بعد الدعم الأمريكي للكرد هو فقط للتهديد الكرد عفوا الأتراك بعد أسقاط السخوي الروسية وللتهويل بالورقة الكردية. إلى أي حد أولا موسكو تستفيد من هذه الورقة، وإلى أي حد هي متفاهمة مع واشنطن حول موضوع الكرد في سوريا؟ ورقة ليست في اليد الروسي، ورقة في اليد الأمريكي أكثر. خبراء العسكر الأمريكان موجودين في منطقة كردية في شمال سوريا أولا. شيء ثاني، الكلام سيرجي ريبكوف أخذه بدون المفهوم الشامل، لأنه هو كان يجاوب على سؤال طرح عليه في مؤتمر الصحفي، هل أنتم روس تؤيد نظام فيدرالي للأكراد في سوريا أو لا؟ والجواب كان نحن لا نمانع أي قرار لفيدرالية إذا هو يتفق مع يأخذها الشعب السوري. وروسيا لا تعارض هذه الفكرة إذا هي توجد الدعم من قبل الشعب السوري. هذا كانت بتفاصيل، ولكن فسروا هذا الكلام كأن روسيا تبادر تقسيم سوريا، روسيا تفرض النظام الفيدرالي. لا، هذا مستحيل. يعني هل هناك اتفاق روسي أمريكي حول الورقة الكردية في سوريا أو حول دعم الكرد في سوريا؟ لا. ولماذا أنا أقول هذا؟ لأنه لحتى اليوم موضوع الدعوة لسالم مصلح لحزب اتحاد الديمقراطي الكردي في سوريا ما في موافقة الأمريكية. أمريكا تبطل تقديم الدعوة من قبل ستيفانو دميستورا لهم، وهناك موقف تركي وراها. ولذلك وين موقف أمريكي؟ مش واضح فيما يتعلق بقضية الكردية. روسيا واضحة مع إعطاء الصلاحيات كاملة لشعب سيد السوري وهو أنا يقرر. نعم، وصلت الفكرة، ولكن أحيل أيضا بشكل سريع جدا دكتور غندور من فضلك، ما عاد معنا وقت أبدا. هناك تناقض في الموقف الأمريكي مع الكرد، البنتاغون يدعم واليوم سمح بتجاوز غرب الفرات رغم أنه كان يعني خطا أحمرا كي لا تستفز الأتراك، وأيضا واشنطن قالت بأنها ضد الفيدرالية وضد المشروع الكردي السياسي رغم أنها تكرسه عسكريا على الأرض. بشكل سريع من فضلك، كيف بتقيم الموقف الأمريكي تجاه الكرد؟ هو يضمن الحد الأدنى للمصالح الأمريكية كما هو الحال تماما في العراق. يعني واشنطن ما كانت إقامة حكومة اتحاد وطني بهذا المعنى في العراق، ولكن أبقت على هذا الانقسام بين حكومة بغداد المركزية وما بين علاقة قوية مع الأكراد في شمال العراق. الأمر نفسه ينطبق على سوريا. لكن أقول للدكتور مهدي البديل يعني عن التسوية ليس هو امتداد الجيش العربي السوري وأن روسيا ستساعد، لا، البديل سيكون نموذج العراقي الذي حدث نفسه. لن تستطيع روسيا أن تضع في سوريا أكثر مما وضعته الولايات المتحدة في العراق من الجندي، والمصير كان سيء. فالبديل عن التسوية ليس مصلحة سورية وليس مصلحة في رأي روسيا، هو مصلحة صهيونية بالكامل وتقسيم لسوريا كما هو. شكرا جزيلا دكتور صبحي غندور، أنا كثير بعتذر ولكن الوقت انتهى تماما. مدير مركز الحوار العربي من واشنطن كنت معنا عبر سكايب. أيضا الشكر موصول للسيد فاتشسلاف ماتوزوف دبلوماسي روسي سابق كان معنا من موسكو. شكرا جزيلا لك دكتور. ملاحظة صغيرة، فرق كبير بين الحالة العراقية والسورية. في سوريا بقيت الدولة وبقيت مؤسسة وبقيت الجيش، أما في العراق انتهى كل هذا، لذلك الفرق شكرا يعني على حضورك معنا. نعتذر دكتور صبحي، انتهى الوقت تماما، أنا كثير بعتذر، ممكن يكون بحلقة مقبلة. شكرا جزيلا لكل من ساهم في إنجاز هذه الحلقة، شكرا على حسن المتابعة، وإلى اللقاء غدا مع حلقة جديدة من حديث العرب. دمتم بخير.